ايوه مساء الخير لكم مشاهدينا بحلقة خاصة مع دوت الرئيس نبيه بري. مساء الخير دوت الرئيس. اهلا وسهلا فيكي بعدد تيدي حضرتي واجبك ما حضرش. تفضلي. شكرا دوت الرئيس. بداية حابين نعرف شوي عن الامور اللي هيك، كيف شايف حضرتك الوضع بالبلد هلا اللي جاي؟ نحن الان امام مرحلة حساسة وعلى مفترق طريق. نعم. يعني الان نحن كلنا عم نراهن على السيد سيد، هذه المعادلة اللي بقلوش خلاص لبنان من دونه. طيب دوت الرئيس، ليش دايما عم نلاحظ انه حضرتك دايما عم بتكون مصر على معادلة السين سين؟ لانه هودي الدولتان اعني بالسين سين مثل ما كل الناس صارت تعرف. نعم. انه السين سين اللي هن سوريا والسعودية. نعم. هودي مشكورين عم يشتغلوا في سبيل انه لبنان يتجنب الفتنة اللي ممكن تحصل. اها. نحن بنشكرهم على كل جهودهم. بعدين سالتيني احسنتي، رح جاوبك. تفضل. انه عبيد بدك اياني اتكل على مين؟ ولك دقي اي حرفان. شوفي انت بالمعارضه وبالبولات. ايه. خذي الاحرف. بدك اياني اتكل على النون نون؟ نون نون. نعم. شو قصدك بنون نون؟ يعني نايلة تويني ونديم الجميل. يعني هذه نايلة من اول ما عملت نايبه اختفت، ما عادتش بينت. ونديم الجميل مش عارف كوع مبوع، شو بدنا نسوي؟ هذه بالبولات. يعني الان انا بدي اقول لك عن المعارضه مثلا، بدي بالجر. تفضل. انا نبيه بري مثلا، نبيه دون دون، عندك نبيه بري ونبيل الاولى. ولك شو هالجمعه؟ ما بعرف هيك دكتور رئيس. انا اللي بدي اقوله من خلال حديثي، رح اقول لك هلا بعد احرف كثير. تفضل. انه مهما اجتمعوا هودي الافرقاء بالداخل. نعم. ان كانوا فرادى مجتمعين او مع بعضهم، او هذا مع هذا وهذا مع هذا. نعم. هذا كله ما بينفعش. شو اللي بينفع؟ صيغه السيد سيد، السيدين اللي هن سوريا والسعودية هن اللي بياخذوا القرار. راح اعطيكي بعض احرف. تفضل. عندك الواو واو. واو واو. احضري. كعيتة؟ كعيت. وليد جنبلاط وابو هام. هيدي معك حق فيها. عندك العين عين. عين عين. عم تصعب لي اياها دوت الرئيس. ولك شو عم صعب لك اياها؟ ما فيش اهين من هيك. عقاب صقر وعبار حوري. شو هودي شو جاب لجيب؟ ولك كيف بيجتمعوا كيف؟ وعندك ولك ما انا بايد كذا شغلي عندي ها. عندك بيم بيم. ميم ميم. نعم. بيشال عان ومحمد رعد. هيدي هذه هالاجتماعات كلها. بعدين عندك عندك شو عندك يا نبيه؟ شو عندك يا نبيه؟ عندك الفيفي. فيفي. عم جرب، ما في كتير اسامي بالفيفي. هذه رح تكعيك. بركي فؤاد السنيورة. هذه بتعرفيهاش. ليه ما بدي اعرفها؟ هذه لانه فرنجية وفلاش. هودي اخذنا عليهم اسم العيال بس، لانه اساميهم ما بتطبعش على سبيل الدكتة. حكي لك على سبيل الدعابة الان. نعم. إيه مين؟ نعم. بعد في عندك ولك عندك الف 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 الف. كعيت. احمد فتفت واطول زهرة. كيف بدهم يركبوا؟ ولك هودي كيف كيف عم يجتمعوا؟ اني خلاصة هذا الامر اللي عم بقوله انه كل هالاجتماعات يعني ما بتحصليش منها شيء اذا ما اتفقوش السيدين الكبار اللي هن سوريا والسعودية. عندك اكثر من سيد عندها بالداخل. طيب هيدا اللي كان بدي اوصل له، اذا ما اتفقوا. لا لا لا، خليني اقول لك. خليني اقول لك، خليني اشرح لك الامر. تفضل. عندك سيناين بالداخل. مين سيناين بالداخل؟ سمير جعجع وسعد الحريري. شو جاب لجاب؟ يجتمعوا مثل ما عم بقول لك فرادى أو, او 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 مجموعين. طيب. ولك عندك ستريدا وسمر الجسر، هذه كمان انذر سيناين. اوكي. انا دائما بحب فوت الانجليزي بدا. طيب هلا لنرجع لخلاصه الموضوع. نعم. بحال انه ما اتفقوا السين سين، يعني شو ممكن الاحتمال الثاني اللي ممكن نتكل عليه نحن؟ لحظه اذا بتريدي لحظه، ابى اعطيكيش الاذن بالكلام الان لانه بدي اوضح شغلي. تفضل. هودي اللي بالداخل كيف ما اجتمعوا يمين او شمال وطلعوا ونزلوا، لازم القرار يجي والتسويه والمخرج من السيناين اللي هن سوريا والسعودية اللي احنا بنعول عليهم، وإذا ما اتفقوش هاو رح نحكي بسيناين جديد. اللي هن؟ بتناين سيد سيد. اللي هن؟ اللي هن اسماعيل منيح. اللي هن سوليدار
وسكلين. يا لطيف، والله ما اني بلغت. شكرا لك دولة الرئيس. يعطيك العافيه.